20 دولة عربية وإسلامية ليس بقدرتها أن ترسل إلى غزة بطانية. 22 دولة عربية وإسلامية ليس باستطاعتها أن ترسل شربة ماء إلى غزة. ألا قد بع الله تلك الكراسي التي تجلسون عليها؟ يا ربي يا ربي، إن حكامنا وحكام أمتنا قد تركوا غزة وحدها. فيا جبار ويا قاهر السماوات والأراضي، لا تترك غزة وحدها. اللهم صل على محمد وآل محمد.